صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عند الصلاة في الحذاء من المعروف أن القدم لا تباشر الأرض بل يباشرها طرف الحذاء، فهل هذا يؤثر أن القدمين لا يثبتان على الأرض؟ الصلاة في الحذاء سنة إذا أمكن، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أمكن ذلك ولم يترتب عليه محذور فهو السنة، ولا ولو لم تباشر القدمين الأرض. نعم.